فكر معي، الكلاب معنا منذ حوالي 30,000 سنة. الحقيقة كلب ريلي موجود من 9 سنوات فقط، لكن أيا كانت مدة استقرارهم مع البشر لا يمكننا تخيل الحياة بدون كلاب. لكن السؤال الكبير يبقى، ما مدى قرب البشر والكلاب من بعضهم؟ وما العوامل المهمة في هذه العلاقة الطويلة والسعيدة؟ رقم 1، البقاء للأكثر وداً. لا يعقل أن تصبح الذئاب البرية الشرسة أفضل صديق للإنسان بمرور الوقت. يبدو ذلك غريباً، فالعبارة المعروفة هي أفضل صديق للرجل. على أي حال، ليس هذا الأكثر إدهاشاً في تطور الكلاب. يعتقد العلماء أن البشر لم يستأنسوا الذئاب، بل العكس صحيح. يعتقد دكتور برين هير وفانيسا وود من جامعة دوك أن الذئاب تعلمت أن تكون أكثر وداً نحو الناس. إن نظرنا إلى ذلك بقاعدة التطور، البقاء للأقوى فلا معنى له، لكن فكر في الاتجاه المعاكس. لم يبقى الجنس البشري بسبب القوة، بل لأننا نستطيع الاتفاق مع بعضنا والعالم من حولنا. الاستئناس جزء من هذه العملية. يمكن القول إن القدرة على أن تكون ودوداً وترعى غيرك من نقاط قوة البشر الطبيعية. ألا نحتاج جميعاً المزيد منها هذه الأيام؟ ينطبق ذلك على الذئاب. كانت الذئاب عدونا عبر التاريخ، وكان البشر خصومها عن جدارة، لدرجة أن الذئاب تعلمت أن العبث مع البشر يضر بفرص بقائها. هكذا أصبحت الذئاب ودودة. لحسن الحظ قدر البشر سلوكها الهادئة وتركوها في حالها في البداية، لكنهم وجدوها لاحقا مفيدة وظريفة. كانت العملية طويلة، لكن النتيجة كانت أول كلاب تعيش جنبا إلى جنب مع البشر. يا لها من قصة رائعة، أريد حقا أن أؤمن بها. فذلك يعني أننا أقرب إلى أصدقائنا الزغبيين مما كنا نظن. رقم 2، للكلاب مستويات ذكاء فردية. ظننا لقرون أننا النوع الوحيد في العالم الذي لديه ذكاء. علينا ترك هذا المعتقد في الماضي. أصبحنا نعرف أن الدلافين ذكية جدا، فهي تشير إلى بعضها البعض بالاسم، وأن الشمبانزي والببغاء الغراب والأخطبوط تحل المشاكل. لكن إن قررنا النظر إلى حياتنا اليومية، هناك مثال رائع آخر. إنها الكلاب طبعا. نعم، سيقول كل من يملك كلبا أن كلبه هو الأذكى في العالم، لكن أصبح بإمكاننا قياس ذكائها IQ تماما كما نقيس ذكاءنا. تظهر اختبارات IQ الكلاب الحديثة من كلية لندن للاقتصاد أن مستويات الذكاء لا تختلف بين السلالات وحسب، بل أفراد السلالة. يستغرق الاختبار ساعة كالاختبار البشري، ويتكون من 3 أجزاء. يظهر الجزء الأول مدى سرعة الكلب في إيجاد مصدر طعام مخفي بشكل جيد. الجزء الثاني يقيس مهارته في تحديد مصدر الطعام الأفضل له من حيث الكمية واتخاذ القرارات عامة. الجزء الثالث هو الأصعب، ويختبر القدرة على فهم الإيماءات البشرية عند الإشارة إلى مكان إخفاء الطعام. واو، هذا يعني أنه يمكنني التنافس مع كلبي في اختبار الذكاء. سيكون مضحكا جدا إن غلبني ريلي. رقم 3، الكلاب الأذكى تعيش أطول. ساعدت الكلاب بشكل عام على تشكيل حضارتنا، تأثيرها كبير، ويبدو أننا لم ننتهي من ذلك. نفس الدراسة التي أعطتنا الأدوات اللازمة لقياس ذكاء الكلاب سعت لما هو أكبر. يشبه ذكاء الكلب إلى حد كبير ذكاء الإنسان. تظهر الأبحاث أن الأشخاص الأذكى في الغالب أصحاء ويعيشون لفترة أطول، والأمر ذاته في الكلاب. يصعب في البشر عمل المزيد من الأبحاث لدراسة هذه العلاقة. الكلاب أفضل لأنها لا تملك عادات سيئة، ويسهل التحكم في حصصها الغذائية. قد تعاني الكلاب مثل البشر من أعراض الخرف مع تقدم السن، فإن استطعنا إنتاج علاج لهذا المرض سيكون الفضل للكلاب. رقم 4، تشبهنا الكلاب أكثر من أقرب قريب لنا. الكلاب هي النوع الوحيد الذي لديه مهارات فكرية تشبه لحد كبير مهارات أطفال البشر. إن عرضت صورة على شمبانزي فلن يفهم ما تعنيه، أما الكلاب تفهم الصورة المعروضة وتحضر الشيء. في تجربة أخرى تم تسمية عدة أشياء للكلب لم يعرفها الكلب بالاسم فحسب، بل حاول تسمية أشياء غير مألوفة له بأصوات محددة.
لا يستطيع الشمبانزي فعل ذلك أبداً، مع أنه الأقرب لنا في شجرة التطور. أضف إلى ذلك أن مهارات الكلاب كانت تعتبر فريدة للبشر، ولوحظت في سلوك الأطفال الصغار فقط، لا تظهر فقط مدى ذكاء الكلاب العالي، IQ عالي. الحقيقة وراء قدراتهم ساحرة أكثر. عاشت معنا الكلاب لفترة طويلة حتى أصبحت مضبوطة علينا، تريد أن تجاورنا، لهذا السبب أصبحت عقولها شبيهة بعقولنا. رقم 5، لا تستطيع الكلاب النوم في الأوقات العصيبة. كم مرة قلت لنفسك لا تشغل بالك إياك وأنت في الفراش تحاول النوم؟ ثم لا شيء يفيد، ضرائب غير مدفوعة، ساعة تدق على الحائط بصوت عالي، ناس حولك ينظرون إليك بغرابة. أم أنك تتخيل؟ الكثير من التوتر. على الأقل لست وحدك، حوالي 30% من الناس يعانون من الأرق في أي وقت، ولا ينتهي نطاق هذه الكارثة هنا، الكلاب معرضة لها أيضا. بحسب دراسة جماعية من أكاديمية العلوم المجرية في بودابست، تجارب الكلاب المتراكمة طوال اليوم تؤثر مباشرة على نوعية نومها في الليل. إن وقع خطب ما، جرو مسكين، فستكون الليلة طويلة ومتعبة. إن كان كل شيء بخير، سيحلم أنه يركض على العشب الأخضر أو يطارد الأرانب أو أي شيء آخر. أحياناً عندما ينام رايلي، تتحرك كل أرجله وينبح في نومه حتى. المهم، إليك فكرة، فلنكن عاطفين أكثر على الكلاب من جميع الأعمار ولندعها تنام جيداً. رقم 6، لدى الكلاب والبشر مايكروبيوم مشابه. أولاً، ما هو المايكروبيوم؟ لا أعرف كيف ستتلقى هذا، لكن هناك غابة كاملة بداخلك، ليس حرفياً، لكنك المكان المفضل للكثير من الكائنات الحية. لا تركض على الصابون المضاد للبكتيريا بعد، فكونك مضيفاً لأنواع الحياة المجهرية جيد لك في الغالب، لن تتمكن من هضم الحليب بدونها، كما أنها تفيد توازنك العاطفي. في الواقع، فينا ميكروبات يفوق عددها عدد خلايانا، نحن حرفياً مفعمين بالحياة. كل المعلومات الوراثية لهذه الميكروبات تسمى الميكروبيوم. قدم مختبر البيولوجيا الجزيئية الأوروبية وأبحاث نستلي دراسات توضح كيف أن لتغييرات النظام الغذائي للإنسان والكلب تأثيرات مماثلة على الميكروبيوم. أوجه التشابه أقوى مما توقعنا، أكثر مما مع الخنازير والفئران التي لطالما استخدمت للأبحاث الغذائية من قبل. إن طورنا نظاماً غذائياً أفضل للكلاب، فسنعرف ما هو صحي لنا أيضاً. من كان يظن أن آلاف السنين من العيش معاً قد تؤدي لهذا؟ كل هذا يتعلق بالعلوم والبيانات الخالصة، لكن التجربة الشخصية هي ما يربطنا بالكلاب حقاً. شاركنا تجربتك، أخبرنا عن أوجه التشابه بينك والكلاب في الحياة اليومية في قسم التعليقات. لا تنسى أن تعطينا إعجاباً وشارك الفيديو مع أصدقائك وكلبك، وانقر على اشتراك لتبقى دائماً على الجانب المشرق من الحياة.